السياسي غمار الغانم زوج النائب بيان نجم الدين الغانم. محادثات بينه وبين عاشقة سرية يبدو بأنها زوجة ثانية غير معلنة للزعيم. ولم يسجل حتى اللحظة أي رد فعل رسمي. هيدا هو البيت؟ هون بتقضوا كل الوقت؟ تناموا مع بعض؟ بتحبوا بعض؟ حلو. قد ايه له الوضع هيك؟ كم سنة صار لكم مجوزين؟ في اعرف شو سبب هالزيارة دكتورة بيان؟ حشرية. بحب شوف بعيوني يلي كنت حاسة فيه وعاملة حالي ماني قاشعة. وإذا كنتي حاسة وبتعرفي ليش ضليتي ساكتة؟ لأنه في عندي حياة بدي كفيها معه لأسباب بتخصني. أنت ما خصك فيها وما خصك تعرفيها. شو بدك أكتر من يلي لسه عندك؟ وهيك تفكرين أنا غيرانة منك؟ بالعكس أنا ما بحسدك ولا بتمنى أكون مطرحك، لأنه لو بحبك وبيحترمك ما كان خبيك عن العالم، وما كنت أنت اضطريت تسربي كل الواتساب بينك وبينه لتثبتي للعالم أنك موجودة. أولاً أنا ما سربت شيء. ثانياً أنا ما بسمح لك تيجي وتهينيني ببيتي. بيتك؟ صار عندك بيت؟ إيه بيتي. إذا عجبك هذا الشيء ولا لا، هذا بيتي. بيتي أنا وغمار، زوجي. أنت جاية بس لحتى تهينيني وتسمعيني كلام. تعرفي أنا ليش قبلت أتزوج ولا غمار بالسر؟ لأني بحبه، ولأني بحبه عملت اللي ما بتعمله ولا مرة. تركت بيتي وأولادي وإجيت وحطيت كرامتي عند رجليه. وأنت برأيك في رجال بيستاهل تحطي كرامتك بالأرض كرماله؟ اسمعيني منيح عايدة، من وقت ما فت لعندي عالبيت حسيت في شيء مش طبيعي، وما اقتنعت بحكيك ولا بحكيه لغمار، بس حطيت براسي شيل هالافكار البشعه لانه كنت بعد مجوز جديد وما بدي مشاكل. قلت يمكن هيدي مره يقساني عم تركض ورا حب قديم، بكره بتزهق وبتفل. بس لما زادت ظهراته بالليل وتليفونات البرايفت نمبر باخر الليل قلت لا، في شيء غلط. بس ضليتني اقنع حالي انه القصة كذبة. وليش لحتى تعتبريها كذبة؟ ليش ما فكرتي ولو للحظة انها ممكن تكون حقيقة؟ لأنه ما كان بدي الشك يسيطر علي وتصير حياتنا جحيم. اضطريت اجبر حالي كذب على حالي. ما عم افهم. انتي ليش لحتى تسكتي على الخيانة؟ وانتي مرة ذكية وقوية وحلوة وعندك كل شيء. كرمال هيدا الزواج المقدس، كرمال ما اخرب بيتي وابني عيش بضياع مثل ما عاش بيو. وانا قلت انك مره مجوزه وعندك عيله، قلت اكيد ضميرك ما رح يخليك تتركي اولادك كرمال رجال. بس طلعت كثير غلطانه، بعتي ضميرك وكبيتي كل شيء ورا ظهرك وجيتي على بيروت لتعيشي علاقه سريه مع رجال مجوز.